مسجنا خيوط السدى وردت صداها المدى، صوت تناديه القلوب من الشمال إلى الجنوب. يا مرحبا باللي وصلوا ديارنا، يا مرحبا من الشرق إلى الغرب نورت كل الدروب. From north to south and from east to west, our memories and stories are woven by your skillful hands. خيوط السدو تماهت بالتراحيل، هذا سلك هنا من زمن ودبور. أحسن عن ما يرون. السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. سلامتنا. يا وطن بلادي بلادي.
الطابور يستأذن بالانصراف سيدي. شعب دولة الإمارات وتمكينه كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله. اسمي ميثل منصوري وأنا باحثة إماراتية في علم النبات. My name is ميثل منصوري. I'm an Emirati plant ecologist. سألت الأرض من صغري كيف الزهر من عقب المطر يكسي صحاريها، وكيف الحياة تنبض في رملتها رغم شدة حرارتها. نعيش بيومنا ولا ننسى ماضينا، وننسج مستقبلنا منه وأمانينا، نشوف أحلامنا تكبر وتتجاوز حدود الكون. We stand at a crossroads, navigating a world of dreams and opportunities. Through the actions we choose, we explore new perspectives. ما بدأ مستحيل، اليوم صار حقيقة، وبإيدنا كلنا نبدأ. Possible becomes achievable. A new future becomes possible when we work together.
عظمنا هالأرض، تراعينا ونراعيها لجل تمضي الحياة ونهتني فيها. على رملة أراضيها، جبالها، بساتينها، بحارها وصحاريها. We hear the echoes interwoven through the seas, mountains, deserts, and oases. تكلم لغات وايد، سمعوا صدى الجبال، نبض النخل، ولحن الطير، وهزيج الموج، وهذا البحر، بحر الخير. We are diverse in language, but our hearts and minds are intertwined in nature's beautiful tapestry. Ecosystems that we care for in the UAE are connected to those across the world. ضروري نشوف هالعالم بعين أكبر، بعين القلب والوجدان، نشوف الروح وقيمتها، وحاجة كل واحد منا للثاني أكثر. We must gaze beyond the limits of today to the infinite possibilities that lie ahead. وأكيد إذا حد منا حس بتعب يمد الثاني له إيده بلا تأخير. If one of us should falter, others will always be there to extend a helping hand.
ننتج مستقبلنا معا. Hand in hand, we collaborate. Hand in hand, we innovate. Hand in hand, we weave a global future together. تابعنا مشاهدينا الكرام احتفالات العيد الوطني 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شارك فيها بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك الإمارات العربية المتحدة في هذا الاحتفال الخاص، حيث تقدم سيادته بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، مثمنا للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. وأعرب كذلك الرئيسان على الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي. كما تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ كوب 28.